السلام عليكم. توافق أمريكي إماراتي لحل الأزمة اليمنية، هذا ما جاء في موقع الخارجية الأمريكية باللغة العربية على تويتر. التنسيق الأمريكي الإماراتي الأحادي جاء ليحمل أكثر من دلالة، وخصوصا فيما يتعلق بوحدة الإجماع السياسي داخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ووفقا لبيان صحفي صدر عن البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما التقى بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وتم التأكيد على ضرورة الضغط الفعلي على الأطراف والعمل بأسرع وقت على ضمان الوقف الفوري لإطلاق النار وتهيئة الأجواء للوصول إلى اتفاق سياسي شامل. ومن الواضح أن اليمن باتت في مهب لعبة أطراف إقليمية ودولية أحادية خارج الإجماع الإقليمي المتمثل بالتحالف العربي وخارج الإجماع الدولي المتمثل بالقرارات الدولية. وهنا نتساءل، هل تدفع اليمن ثمن لعبة دولية إقليمية كذلك الثمن الذي دفعته أثناء الانقلاب؟ وما مخاطر التلاعب في مصير المعركة اليمنية مع الانقلاب والنفوذ الإيراني وعلاقة هذا التلاعب بمصير أمن المنطقة في الجزيرة العربية برمتها؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه التحركات الدولية والإقليمية ستكون حلقة المساء اليمني. دعونا بداية نشاهد هذا التقرير، نبدأ بعده النقاش. في غمرة الحلول والمبادرات السياسية المتعثرة بخصوص الأزمة اليمنية، تكشف تصريحات حديثة للبيت الأبيض عن اتفاق أمريكي إماراتي بوقف الحرب في اليمن. الجانبان اتفقا على أهمية الضغط على الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية، بحسب ما نشر على موقع الخارجية الأمريكية في تويتر. بعد أكثر من 18 شهرا من الحرب، يظهر التوافق الأمريكي الإماراتي لحل الأزمة اليمنية أكثر ضبابية عقب الإعلان عن مصطلح عليه بمبادرة كير المثيرة للجدل، خصوصا فيما يتعلق بالتحركات الإماراتية. تسعى الإمارات لتحديد موقفها مبكرا واتخاذ قرارات مصيرية مستندة بذلك إلى الدعم الأمريكي على ما يبدو أنه خارج سياق عمل التحالف العربي الذي تعتبر الإمارات فيه الرقم الثاني بعد المملكة. مراقبون يرون أن الإدارة الأمريكية تمضي بالموقف الإماراتي عبر ملفات عدة، أبرزها ملف الحرب على الإرهاب في المنطقة وعزل الدور السعودي الذي بات يشهد فتورا واضحا في العلاقة بين الرياض وواشنطن. إلا أن هناك ما يفسر الموقف الإماراتي المتناقض منذ تحرير المناطق الجنوبية، حيث تسعى الإمارات لبسط نفوذها داخل المسار السياسي للأزمة اليمنية واتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بحل الأزمة بمعزل عن الإرادة السياسية للتحالف الداعم للشرعية. فيما أطراف أخرى ترى أن الموقف الدولي لم يعد يراهن على جدوى تنفيذ حزمة القرارات والمرجعيات المتعلقة بالمشهد السياسي اليمني، كما أن الخيار العسكري أصبح متعثرا، ولذا بات حتميا البحث عن حل سياسي يرضي جميع الأطراف، وهو ما يظهر جليا من خلال التنسيق الأمريكي الإماراتي. وبين هذا وذاك، يحرص اليمنيون على التمسك بمشروع استعادة دولتهم كاملة غير منقوصة وتحريرها بالسلم أو الحرب، غير أن ما تحمله التجاذبات الإقليمية والدولية في جعبتها يظل محل ترقب الجميع. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا لمناقشة هذه الحلقة من الدوحة المحلل السياسي نجيب اليافعي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، كيف تقرأ مخرجات هذا الاتفاق الأمريكي الإماراتي؟ هناك حقائق لابد أن نتناولها في هذا الموضوع، وهي مهمة لكي نفهم ونقرأ المشهد بشكل عام. أولا، الإدارة الأمريكية هي في مرحلة انتخابات، وهذه المرحلة هي من أسوأ المراحل التي تمر على الإدارة الأمريكية، وبالتالي أي قرار أو موضوع تناقشه الولايات المتحدة الأمريكية فهو من باب يعني البروباغندا للانتخابات الأمريكية ليس لها. وبالتالي شاهدنا كيف تعاملت الصين مع الرئيس الأمريكي عندما أهانته وأخرجته من بوابة الطوارئ، وكيف تعامل الجانب التركي مع امريكا، وكيف استخدمها لغه قويه وعنيفه خاصه بعد الانقلاب الذي حصل في تركيا، والامريكان اسهموا بشكل فاعل ورئيسي في عمليه الانقلاب. وبالتالي اعتقد ان هذا الموضوع ليس ذو اهميه. نقطه ثانيه فيما يتعلق بالامارات، الإمارات الآن تقدم نفسها وكأنها وصية على الشعب اليمني، وهي بذلك تستهين أيضا بالسعودية وتقدم نفسها أيضا وكأنها الفاعل الرئيسي، يعني عندما تتخاطب مع الأمريكان بهذه الطريقة، وهي تدرك جيدا أنها يعني لاعب وإن كانت في المرتبة الثانية، لكن السعودية هي الفاعل الرئيسي في هذا الموضوع. أنا
أعتقد أن الإمارات تجاوزت حدودها بشكل كبير، وهي تحاول أن تورط السعودية في اليمن بشكل غريب وبشكل يعني يدعو لكثير من التساؤل. لماذا تسكت السعودية، ولماذا يعني تنظر السعودية إلى الإمارات وهي تقوم بتدمير المنهج المجتمعي وخصوصا في محافظات الجنوب؟ يعني نعم. عندما نشاهد هذا، يعني نرى المشهد من كل زوايا، نجد أن الإمارات لديها مشروع، للأسف الشديد، مشروع تفتيتي ومشروع تقسيمي في اليمن، ولا شك أن هناك جزء كبير يعني ومهم وفاعل داخل السعودية يعني يتواطأ مع الإمارات في موضوع اليمن، وإلا كيف يمكن للسعودية أن تترك الإمارات تلعب بهذه الطريقة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري، ونحن نشاهد أداءها أيضا العجيب والغريب في محافظات الجنوب. نعم، يعني أفهم من كلامك أستاذ نجيب أن أمريكا تود يعني إنهاء هذه المرحلة السياسية بالنسبة لأوباما في مرحلة الانتخابات، يعني ولو إنجاز يذكر لهذه الفترة. الأمريكان الآن يحاولون أيضا الإيفاء بالتزاماتهم نحو إيران التي سلموها يعني الشرق الأوسط، وكان واضح في الحوار المطول الذي أجرته إحدى صحيفة بلومبرج الأمريكية مع تحت عنوان عقيدة أوباما، كشف فيها بكل وضوح أن إيران هي التي ستدير المنطقة في الشرق الأوسط، وشاهدنا كيف تم تسليم كل الملفات، سوريا والعراق ولبنان والآن اليمن، وهذه المبادرة كلها هي محاولة لإنقاذ عصابات الحوثيين في اليمن وإدماجهم أيضا في المجتمع وفي السياسة بقوة الخارج، وإلا يعني كيف يمكن لأي دولة تحترم نفسها في العالم سواء السعودية أو اليمن أو أي منطقة في العالم أن تسمح أصلا بالتعامل أو التفاوض أو التفاهم مع مجموعة عصابات؟ هذا منطق غريب وينبغي أن نشتغل عليه بشكل كبير واسع. يعني كولومبيا نعم. ظلت أكثر من 40 سنة وهي تخوض حربا شرسة مع قوات المتمردين المعروف بجيش فارك، ولم تقبل التفاوض والاستسلام أو الدخول في مفاوضات سلام معهم إلا بشروط يعني أرضخت هذا الجيش وهؤلاء المتمردين على الاستسلام لمطالب الدولة. لكن عندنا في اليمن يعني ماذا نريد؟ يعني نريد أن يستكملوا الانقلاب والسيطرة واستكمال ما تبقى في اليمن تحت غطاء ولافتة دولية ترعاها أمريكا وتشرف عليها الإمارات وبتواطؤ دولي وحقير بهذه الطريقة، وكأن الشعب اليمني لا وجود له، يعني 25 مليون يعني معلقين بإدارة يعني أولاد الشيخ زايد رحمة الله عليه. عندما نشاهد تصرف الإمارات الصبياني بهذه الطريقة، وأيضا عندما نشاهد الصمت السعودي المستمر بهذه الطريقة لهذه المبادرات التي أثبتت يعني بما يفسر هذا الصمت أستاذ نجيب؟ بما يفسر صمت السعودية؟ هناك للأسف شديد تواطؤ من داخل النظام السعودي، وأنا يعني أتحدث عن النظام القديم الذي كان راه تويجري وكان راه بندر بن سلطان، وهناك أجنحة أيضا داخل السعودية للأسف الشديد، وهناك أيضا اللوبي الهاشمي الذي غادر اليمن بعد حرب يعني السبع سنوات عندما انتهت ثورة 26 سبتمبر. هذا اللوبي الهاشمي الآن هو أيضا يشتغل ويعمل بشكل يعني مفتوح، ونشاهد السعوديين أيضا يتماهون معهم بطريقة عجيبة. وعندما نتكلم عن الإمارات، وأنا من يتحدث أن السعودية يعني ترضخ، يعني هل يعقل أن السعودية تتحول إلى أداة بيد الإمارات في ملف اليمن؟ نعم الغريب نعم الغريب أستاذ نجيب، يعني أننا نتحدث عن موقف السعودية، موقف الإمارات، موقف أمريكا في شأن يمني، لم نسمع بعد يعني الموقف اليمني من هذا كله الذي يدار حوله. دعنا فقط نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي الناطق باسم الحكومة من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. أستاذ راجح هل تسمعني؟ سنحاول التواصل بك مرة أخرى، فقدنا الاتصال. عودة إليك أستاذ نجيب. تعقيبا على ما ذكرته أستاذ نجيب، يعني تتحدث أنت الآن عن صمت سعودي، تتحدث عن موقف غريب من قبل الإمارات، تتحدث عن محاولات لإنقاذ الحوثي من قبل أمريكا، ولا نجد الحديث عن موقف الحكومة من كل ذلك. لو كان لدينا أصلا يعني رئيس دولة مثل الرئيس عبد الرب وهادي يحترم نفسه، أو وزير خارجية يحترم نفسه الأستاذ عبد الملك المخلافي، لما تجرأ أصلا هؤلاء يعني على التحدث نيابة عنا وكأننا أصبحنا شعبا يعني تحت أمرتهم يحركونا بالريموت يمين وشمال. اليوم يعني اجتمع الرئيس هادي مع مستشاري، وعندما يجتمع الرئيس مع مستشاري نقول اللهم سلم وخارجنا من هذه الاجتماعات التي لم نرى ولم نشاهد منها إلا التبعية المطلقة والسياسة التي ليس لها حدود وليس لها
اي رؤيه او افق، يعني يتكلموا، لا يزالوا يتكلمون عن مفاوضات وعن مبادرات وعن جانب السلام. يعني لا ينبغي علينا ان نتكلم بالسلام عندما نرى الطرف الاخر يتكلم بالواقع وبالفعل يهجر. يعني لا زلنا نشاهد الان، يعني خلال هذه اليومين يتم تهجير يعني سكان من 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 منطقه الصلب في تعز، وقبلها يعني تم تهجير يعني العديد من الاسر من مديريه الوازعيه. هناك تهجير قسري وعنيف واستخدام لكل انواع العنف في كل الجبهات، ومع ذلك نشاهد ان الدوله يعني متمثله بالرئيس هادي ومتمثله بوزير الخارجيه سعد عبد الملك الخلافي يتحدثون عن السلام وعن مفاوضات وعن مبادرات. هذا نتحدث عن قله عقل وقله خبره سياسيه وقله معرفه في التعامل مع هذه العصابات الهامجيه التي لم يشهد لها التاريخ مثيل. يعني لماذا لا يقرؤون تاريخ اليمن، لا نقول القديم، ولكن تاريخ اليمن الحديث المتمثل فيما بعد ثوره 26 سبتمبر المجيده وحتى اليوم، لنشاهد كيف يعني يمكن التعامل مع هذه العصابات التي لا يمكن ان تقبل باي مفاوضات ولا مبادرات، واي تعامل سياسي معها للاسف الشديد هو يصب في خدمه يعني هدم الدوله وفي خدمه يعني الترسيخ المفهوم العصابات والميليشيات وادماجها. نعم. بقوه السلاح. طيب استاذ نجيب، يعني لو عدنا الحديث عن اللقاء الامريكي الاماراتي، برايك ما الذي يعني اجتماعهم في هذا التوقيت تحديدا، خاصه بعد اجتماعات الرباعيه في لندن وجده؟ هناك محاوله حديثه من قبل وزير الخارجيه الامريكيه لتقديم قربان جديد للايرانيين، يعني كما نشاهد من خلال قراءه الخارطه، واليمن لا شك انها اولويه بالنسبه لهم. يعني هناك محاولة لتقسيم السعودية بشكل واضح وفاضح، ومع ذلك نشاهد السعودية يعني ترضخ وكأنها يعني تقبل بتقسيم السعودية المستهدفة أصلا من اليمن. كيف كل ما تقسيمها يحصل في اليمن. كيف ستقسم أستاذ نجيب؟ يعني كل ما نشاهده في اليمن، يعني حقيقة عندما نقرأ على المدى البعيد سنشاهد أن الهدف الرئيسي هو يعني التهيئة المباشرة والفعلية على الحدود السعودية لعصابات الحوثيين المتمثلة بعصابة إيران، وبالتالي السمح لهم يعني بالاندماج مع الميليشيات التي يتم الاعداد لها والتحضير لها من فتره طويله، ونحن نعرف يعني ما يحصل في المنطقه الشرقيه في السعوديه المتمثل بالاقليات الشيعيه التي تنتمي بكل ولائها لايران وللحوزه الشيعيه ايضا في العراق، وبالتالي المساله تصبح مساله وقت ومساله يعني مناطق ومساله يعني ادوات يمكن من خلالها تهريب كميه كبيره من السلاح عبر الحدود اليمنيه السعوديه، وبالتالي يعني ستكون مسألة السعودية مسألة وقت. ولذلك لا ينبغي للسعودية أن تفتح المجال أصلا، إذا لم يكن من أجل اليمن فمن أجل السعودية، إذا لم يكن من أجل اليمن فمن أجل السعوديين. عليهم أن يدركوا جيدا أن أي قبول بأي مفاوضات من الأساس وأي مبادرات هي تصب في مصلحة يعني القبول بالعصابات، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل أن يكون هناك عصابات على حدودها. ونحن نشاهد الآن كيف أن الصواريخ لا زالت تطلق يعني بشكل يومي ومستمر على مدينة نجران وعلى جيزان. نعم. وعلى المناطق الحد الجنوبي أيضا في السعودية، وبالتالي يعني المسألة واضحة ومباشرة. يعني الإمارات أيضا تحاول بكل قوة وجهد يعني لتوريد السعودية، يعني تصرفات الإمارات في الفترة الأخيرة هي وبشكل مباشر، يعني إذن عندما تدعم الصوفية. نعم. يعني وشاهدنا كيف دعمت المؤتمر الصوفي الذي أقيم في جرزني في الشيشان. أستاذ نجيب، نعم، دعنا يعني نأخذ أيضا رأي الأستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من جدة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور أخي نطاق. أستاذ جمال، يعني لقاء إماراتي أمريكي أحادي يتحدث عن حل الأزمة اليمنية من خارج سياق القرارات الدولية، من خارج سياق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ما الذي يعكسه ذلك برأيك؟ لا يجب أن لا نتوقف هنا باستغراب. يعني الإمارات تفعل ما فعلته السعودية بدعم الحل السلمي والمفاوضات، الجميع يريد الحل السلمي، فالأمارات شريك كامل في أقصفة الحزم، وبقدر ما هي شريك عسكري هي شريك سياسي. فهذا اللقاء لا يختلف كثيرا عن لقاء يمكن أن يحصل بعد أيام بين الأمير محمد بن نايف والرئيس أوباما، وقد يكررا نفس العبارات التي وردت في البيان عقب اللقاء الأمريكي الأمارات. هناك من يقرأ هذا اللقاء أستاذ جمال بأنه تجاوز للسعودية وأيضا قفز أيضا عن الكثير من الاتفاقات، خاصة ونحن نعلم أن المفاوضات والاتفاقات السلمية لم تجدي مع الطرف الآخر.
لا 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 ينبغي أن نفعل ذلك ولا أن نقرأه كذلك. الإمارات سيكون كامل في العاصفة وتحملت مسؤولية كبيرة فيه، وقدمت الغالي والرخيص في دعم الشرعية اليمنية، وليس هو بتجاوز أبدا، وإنما كما ذكرت لك يصب في نفس المنطق الذي يريده الجميع، وهو التوصل إلى حل يفضل الجميع لو كان سلميا، ولكن ما زال الحل العسكري موجودا على الأرض وقائم، والتحركات نشطة في أكثر من جبهة من أجل حسم المعركة عسكريا إذا ما تعذر حسمها سياسيا. المشكلة هي في الأمريكي الذي أعتقد أنه حان الوقت التعامل معه بجدية أكثر، والجدية هذه تحصل على الأرض اليمنية، فإذا استطاعت الشرعية بدعم من التحالف أن تحقق انتصارات فهي ستقطع قول كل خطيب وقول كل مشكل. نعم، لكن أستاذ جمال، يعني هذه الحلول السياسية عادة ما يعني رفقت بأن ينسحب أن تنسحب الميليشيا من المدن وتسليم الأسلحة موافقة يعني أو مزامنة مع إشراكهم في الحكم. هذا ما جاء به جون كيري يعني في لقائه مع الجبير، وأيضا ما تحدث به توماس شانون حسب ناطق الميليشيا الذي تحدث عن وقف إطلاق النار وأيضا العودة إلى الحل السياسي بمشاركة الحوثي. هل ستقبل السعودية أن يعني تعود الحكومة اليمنية أو يكون لها ثلث الحكومة وثلث لصالح وثلث للحوثي؟ في هذا الذي سرب ليس رسميا ولم يسرب أو يدعم بقول من الخارجية الأمريكية لكي نأخذ به كمسلم، الحوثيين هم الذين سربوا. لا أعرف فيما إذا، أعتقد أن الأمريكان نفوا هذا التسريب ونفوا هذه التفاصيل، لكن بغض النظر عن مواقف الأمريكان في هذا الصراع، المهم ماذا عن الشرعية؟ على الشرعية توافق على حل انتهاد لو أفرضنا بصحته؟ واضح أن الشرعية لا توافق على حل هذا، ولا يعقل أن يوافقوا على تسليم الحوثيين وصالح ثلثين من الحكم وثلث يبقى للشرعية، فهذا يعني يهدر جهد عامين كاملين في حرب تحرير اليمن وإعادة الشرعية وإخراج الانقلابيين من سيطرتهم على الحكم في اليمن. فيجب أن لا نهتم كثيرا بما يسرب، ونهتم أكثر بما تستمع له من قبل الرئيس وزير خارجيته ونائب الرئيس، ولم نسمع منهم حتى الآن أي إشارة أو قبول بهذه المقترحات المسربة. نعم، ولكن يعني مقترح كيري لم يكن يعني تسريبا، وهناك محاولة من أمريكا أن تقفز أو تلتوي على القرار الأمم 22-16، يعني وهو أحد المرجعيات الأساسية التي استند إليها التحالف والمقاومة أيضا لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. إذا حصل اتفاق ما بين الشرعية والانقلابيين فهذا اتفاق على اعتبار أنهم أطراف يمنية، لكن حتى الآن الاتفاق لم يحصل. الشرعية أعلنت استعدادها لقبول اتفاق، وهي قبلت بورقة ولد الشيخ الذي خدمها في الكويت ورفضها الحوثي. فمن ناحية المبدأ الشرعية اليمنية لا ترفض إشراك الحوثيين في العمل السياسي رغم كل ما فعلوه، لكن من ناحية المبدأ لم يرفضوه، لكن الاختلاف هو ما هو حجمهم، كيف يكون الاستلام والتسليم، كيف تكون المرحلة الانتقالية. وحتى الآن لا كيري ولا مفاوضة الكويت استطاعت الإجابة على هذه الأسئلة.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال خاشقجي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. عودة إليك أستاذ نجيب، استمعت معنا إلى حديث الأستاذ جمال، ربما أبرز ما ذكره أن كما الإمارات شريك في عسكري في التحالف، هي أيضا شريك سياسي، ولا ضير من لقاء الإمارات بأي طرف من أجل دعم الحل السلمي. كيف تعلق؟ أولا هو واجب عليها أن تقوم بهذا العمل، وليس منة عليها، لأنها أصلا هي التي أوصلت عصابات الحوثي وعصابات المخلوع إلى العاصمة صنعاء عندما دعمته بالانقلاب، وهذا العرف أصبح معروف جدا، وبالتالي لا يمنون على اليمنيين أنهم شاركوا في هذه العاصفة، لأنه واجب عليهم وواجب على السعودية أن تكفر عن خطأها المركزي والاستراتيجي الكبير حينما دعمت يعني دعم جزء كبير من النظام خلال مرحلة الملك عبد الله عصابة الحوثي وعصابة المخلوع للانقلاب على الدولة وإسقاطها، وهذا الأمر أصبح معروف ولا داعي لنك الجراح مجددا. ولكن نقول الآن يعني عندما يغيب الرئيس هادي وتغيب القوى السياسية وتصمت يعني حول ما يحصل وحول ما يدور، أنا أعتقد أننا يعني وصلنا إلى مرحلة من أسوأ المراحل في تاريخ اليمن الحديث، عندما نجد هذه القيادة السياسية أو المستشارين السياسيين الذين يحيطون بالرئيس هادي أو الفريق الذي يعني يدير معه موضوع ومؤسسة الرسالة، حينما نجد هذا الانبطاح ونجد عدم وجود رؤية ونجد عدم الصراحة في التعامل مع الشعب اليمني اليوم، يعني أخبار الشعب اليمني ومستقبله المتعلق بالجانب السياسي أو العسكري أو الأمني كله نسمعه يعني من خلال المسؤولين إما في السعودية أو في الإمارات أو عن طريق الأمريكان، وكأنه لا يوجد لدينا مسؤول، يعني وكأنه يعني عندما تسألي الشعب اليمني من سيكون مرشحك، سيقول لك يعني أحمد عسيري سيكون يعني مرشح جيد للرئاسة اليمنية، لأنه هو الشخص المناسب الوحيد الذي يتكلم مع الشعب اليمني في يعني بشكل مستمر ويخاطبه يعني بشكل يعني متواصل. بالتالي نحن أمام أسوأ نخبة سياسية للأسف الشديد تمر علينا، يعني تدور يعني كل هذه المبادرات وكل هذا الحديث ولا نسمع يعني شيء. نعم نعم. طيب أستاذ نجيب، هل نستطيع القول إذن أن هذه التحركات هي تأتي فعلا من خارج الإجماع السياسي لدول التحالف بقيادة السعودية، ولكن يعني لا يراد الحديث لهذا يعني الحديث عن هذا الموضوع بالظهور؟ أعتقد أنها يعني محاولة يائسة ومحاولة لتحريك المياه الراكدة، ولكن هناك سؤال مهم وخطير، وهو لماذا تتوقف جبهة نهم كلما تقدمت يعني جحافل المقاومة والجيش الوطني، ولماذا توقفت عمليات تحرير تعز، وقد كنا بدأنا نقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا العملية جدية وفعلية، والحقيقة أن الميدان هو الذي يجيب على كثير من الأسئلة، حينما نجد التواطؤ ونجد التقدم والتراجع هذا هو إرهاق للمقاومة وإرهاق للمجتمع والشعب اليمني الذي يدفع الضريبة، يعني يدفعها من داخل قلبه ومن داخل دمه حينما نشاهد هذه العصابات وهي تتحكم في موارد البلاد ودخل البلاد وتتحكم في كل المؤسسات الرئيسية، ونجد غياب يعني شبه كامل لإدارة الدولة. وانظري إلى نموذج عدن السيء والنموذج البائس والسيء الذي تشرف عليه الإمارات، ويقف خلفه يعني عصابات الحراك الإيراني الذي بات يسيطر على المشهد في عدن، وكيف تحولت إلى منطقة ومدينة يعني موبوءة وطاردة لكل القوى الوطنية ولكل القوى الحية، وأصبحت يعني مثار تهجم واستغراب حتى لأبناء عدن أنفسهم. ونحن نشاهد الآن يعني مأرب وكأنها هي العاصمة الفعلية والرئيسية لليمن، والأمل المتبقي لليمنيين حينما نشاهد يعني هذه المدينة التي تمنح لليمنيين السلام من خلال توفير الخدمات وتوفير على الأقل أنها المدينة الوحيدة التي تشهد يعني الكهرباء فيها تواصلا مستمرا وأيضا تحسين في الخدمات المعيشية الأساسية. نعم نعم. إذا أستاذ نجيب، دعنا أنت أستاذ المشاهدين نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود بعده للنقاش. اجتمعوا أهلها من كل حدب وصف ومن يناصرهم على هذا المنهاج، ونحن عند حسن الظن بإذن الله سبحانه وتعالى. Let's go.
أهلا بكم من جديد مرة أخرى مشاهدينا الكرام. مرحبا بك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني بهذا الشكل لماذا تتصرف الإمارات بشكل أحادي إذن مع أطراف دولية بخصوص اليمن تحديدا؟ الإمارات هي تشعر أنها يعني في مرحلة من الزهو ومرحلة من النفوذ ومرحلة من القوة، تحاول أن تبسط سيطرتها وتحاول أن تكون مؤثرة في المشهد يعني في المنطقة العربية بشكل عام. يعني نحن نشاهد يعني تأثيرها في سوريا وفي ليبيا وأيضا في اليمن، وأيضا تعاملها أيضا مع الجانب الإيراني في كثير من الملفات وخصوصا الملف الاقتصادي. بالتالي هي الآن يعني أولاد يعني الشيخ زايد، وأنا أتكلم عن الشيخ حمد بن زايد، يحاولون أن يكونوا يعني أدوات للأسف الشديد مع الأمريكان والإيرانيين في المنطقة لتحقيق يعني مرحلة التقسيم، كما نشاهد هذه المرحلة التي تمر على رأس كل 100 سنة بعد سايكس بيكو. واليمن هي جزء من هذه الأدوات للأسف الشديد التي أصبحت يعني تدار من خارج المنطقة وعلى رأس الإمارات الشقيقة، نقول هكذا للأسف الشديد، التي يعني لديها مشكلة رئيسية وهي التعامل مع الإسلاميين. والمشكلة الرئيسية في اليمن هي تعاملها مع حزب الإصلاح. نعم، عند هذه النقطة أستاذ نجيب، يعني دائما ما يعني يلوح بورقة الإرهاب، وهذا الموضوع يعني طرقته الإمارات أكثر من مرة مع أمريكا، خاصة في موضوع استعانتها بها بعد تحرير عدن أنها ستحارب الإرهاب وأعلنت ذلك، والآن أيضا في هذا اللقاء يتم الحديث عن الإرهاب مجددا، لماذا برأيك؟ وهذا الملف الذي تشعر أنها تسوق نفسها للولايات المتحدة الأمريكية، التي أصلا لا تنظر للشعب اليمني إلا من خلال هذه الزاوية. وهذا الملف فقط، ونحن نعرف يعني اهتمامات الأمريكان، وقد تحالفت مع عصابات الحوثي في البيضاء عندما حصل الانقلاب الكبير على الدولة، وشاهدنا كيف أن الحوثيين قدموا أنفسهم يعني لهذا الملف وبشكل فعل. الإمارات الآن يدقون على نفس الوتر، وبالتالي يعني لا أدري كيف يسمون الإرهاب. وعندما نعمل مقارنة بسيطة ونشاهد ما فعلته القاعدة وما فعلته داعش وما فعلته عصابة الحوثي في اليمن، ولكن تقارني حجم الكوارث التي ارتكبتها عصابة الحوثي في اليمن، ومع ذلك يعني يطالب الأمريكان وللأسف الشديد حتى بعض دول الخليج وعلى رأسها عمان الشقيقة التي أصبحت يعني ولاية من الولايات الإيرانية، هؤلاء كلهم يطالبون بإدخال هذه العصابات إلى جسد الدولة بدلا من معاقبتها وبدلا من تحجيمها وبدلا من إنهائها، لأنها أصلا هي تأسيس. يعني نحن نقول للإمارات وللسعودية ولدول الخليج يعني القبول بالحوثيين وبعصابة الحوثي من الأساس هو قبول غدا. يعني ستشاهدنا الميليشيات وهي تنتشر في دولة الكويت، كما هناك تأثير الشيعة، سنشاهد تأسيس للميليشيات الشيعية في المنطقة الشرقية في السعودية، وعندها يعني سيدخلون معهم في مفاوضات كما دخلوا مع الحوثيين، وكما يضغطوا على الجانب اليمني بالقبول بالمفاوضات مع الحوثيين. هذا منطق يعني لا يستقيم مع العقل، وتشعري أن هؤلاء يشتغلون ضد أنفسهم سواء كانوا في السعودية أو في الإمارات أو في المنطقة. من يقبل بهذا المنطق؟ هذا شيء غريب فعلا. نعم، طيب أستاذ نجيب، كيف تعلق أيضا على ما تحدث به ناطق الميليشيا بصدد لقاء توماس شانون مع وفد الميليشيا في عمان، طبعا مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، الذي تحدث عن اتفاق ربما جله إيقاف يعني إطلاق النار، برأيك يعني هذا حديث من قبل ناطق الميليشيا؟ بالأمس أيضا يتحدث أحد المقربين أو أحد المؤتمرين أن اللقاء شانون لم يكن إلا عبر اتفاق حول رفع يعني أو أحاديث حول رفع الحصار وتمكين المسافرين للعودة بما فيهم الوفد العالق في عمان. هنا النقطة الرئيسية المتعلقة في دولة عمان، نقول عمان للأسف الشديد أنها أصبحت وكر من أوكار إيران في المنطقة. نعم، وأصبحت منفذ من المنافذ الرئيسية والأساسية للتعامل مع عصابة الحوثي، وأصبحت منفذ من المنافذ لعملية تهريب الأسلحة وتهريب الأموال وتهريب حتى يعني الجنسيات اللبنانية والإيرانية التي تتجه نحو محافظة صعدة. وأنا أقول للأسف الشديد أن عمان لديها يعني مشكلة تاريخية مع اليمن، هي تدرك جيدا أن الجبهة القومية التي دخلت إلى مدينة ظفار وشارك فيها الحزب الاشتراكي على رأسهم قيادة الحزب الاشتراكي السابق، وكيف أن عمان كانت مهددة بحرب أهلية مستمرة طويلة كان مصدرها الجنوب اليمني، وبالتالي الآن تحرك عمان هو من هذه البوابة خوفا على مستقبلها، وفي نفس الوقت يعني هو تعامل مع
عصابات الحوثي بهذه الطريقة، هو يفتح الكثير من التساؤلات حول تحول هذه الدولة إلى وكأنها ولاية من ولايات يعني إيران في المنطقة عندما نعم. تتعامل بهذه الطريقة، وإعلامها يتعامل للأسف الشديد بهذه الطريقة حتى. نعم نعم. يعني طيب أستاذ نجيب، يعني هل تدفع، إذا أنت كنت قد طرقت في بداية حديثنا أن اليمن مرت بلعبة إقليمية دولية أيضا دفع ثمنها بالانقلاب، هل ستمر اليمن بلعبة إقليمية أخرى من وجهة نظرك؟ بالتأكيد بالتأكيد، لأن النظام المخلوع علي عبد الله صالح وللأسف الشديد التآمر والحركة العميقة في الدولة العميقة لعصابات الهاشميين التي اشتغلت على تدمير وإهانة الدولة خلال الفترة من السبعينات وحتى الآن، وبالتالي يعني لا يوجد لدينا اقتصاد، لا يوجد لدينا قوة محترمة، لا يوجد لدينا قوة بحرية، لا يوجد لدينا قوة يعني أدوات فعلية داخل الميدان تجبر اليمن على أن تكون يعني صاحبة القرار. يعني اليوم الرئيس هادي للأسف الشديد بدل أن يتواجد في مأرب أو يتواجد في عدن، ولا يزال يقيم وكأنه يعني لاجئ وكأنه مغترب في 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 دولة الرياض. كل الفريق السياسي الآن متواجد أيضا في دولة الرياض، كل المصاريف والمرتبات والمعاشات والموازنات التي يشتغلون عليها هي كلها من الجانب السعودي، وبالتالي كيف تطلبين من فريق ومن حكومة ومن دولة أصلا لا تتوفر لديها حتى مسألة المرتبات ومسألة المصروف اليومي والميزانية التفصيلية البسيطة أن يتخذوا قرارها؟ لا شك أنهم يعني الآن القرار في اليمن للأسف الشديد الآن هو بيد السعودية، ومع ذلك يعني إذا أستاذ نجيب، يعني بهذا الشكل ما مخاطر التلاعب بمصير اليمنيين في المعركة مع الانقلاب، وخاصة وهناك نفوذ إيراني، وعلاقة هذا التلاعب أيضا بمصير أمن المنطقة؟ أستاذ نجيب هل تسمعني؟ أيوة أنا أسمعك جيدا. أعتقد أن النفوذ الإيراني يتوسع بشكل مستمر كل يوم وهو المستفيد من هذا الموضوع، وأعتقد أن المخاطر في هذا الجانب هو نقول أن السعودية هي التي ستدفع الثمن، والثمن سيكون غالي وغالي جدا. لا يمكن القبول بهذه الطريقة، على السعودية أن تدفع بكل قوتها إلى أن يكون اليمن فاعل وقوي، لا أن يكون مشتت ولا أن يكون ضعيف. هذه النظرية التي استمرت تشتغل فيها السعودية طوال الفترة الماضية أثبتت عدم نجاحها، وأثبتت يعني سهولة اختراق المجتمع اليمني، لأنه مجتمع فقير ومجتمع نسبة الأمية فيه يعني لا بأس بها، ومجتمع لا يستطيع أن يتحكم بقراراته ولا بمصيره، نظرا لأنه لا يستطيع أن يتحكم بعامل الاقتصاد. ونحن نعرف أن هناك يعني 25 مليون يمني، معظمهم يعتمد بشكل رئيسي على المغتربين في السعودية الذين يتجاوز عددهم 2 مليون يمني، وبالتالي أعتقد أن السعودية عليها أن تفكر جيدا كيف يمكن لها أن تساعد اليمن على أن يكون قويا وعلى أن يقف بأقدامه وعلى أن يكون أيضا مستقلا. يعني قليلا من الخيل والحياة للحكومة اليمنية وللرئيس اليمني في التعامل مع اليمن بهذه الطريقة. نريد نعم. يعني رئيس، ونريد حكومة، ونريد فريق يتعامل مع الشعب اليمني بشكل مستمر، على الأقل أن يكون هناك يعني مؤتمر ولو بسيط، مؤتمر صحفي ولو حديث صحفي بشكل مستمر ومتواصل لإخبار الشعب نعم. اليمني يعني لخلق تواصل على الأقل بين الشعب والحكومة. اسمح لنا فقط أن ينضم معنا العقيد عنتر الذيفاني، ركن توجيه اللواء 141 عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير سيادة العقيد عنتر. مساء النور. يعني نسألك سيادة العقيد عن لما تتوقف المعارك كلما يعني لاح تقدم أو محاولة انتصار، هل يعني هناك علاقة بالاتفاقات السياسية؟ أولا يجب أن يعلم الجميع أن الصراع في المنطقة عموما، المنطقة العربية بما في ذلك اليمن، هو صراع بين مشروعين. المشروع العربي والمشروع العربي الذي يمثل الهوية العربية والإسلامية، والمشروع الفارسي الذي هو مدعوم أمريكيا والذي يريد أمريكا أن يتوسع تحت مظلة أمريكا. يعني وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع. نحن هنا في اليمن يعني اتخذنا قرارنا، وهو أن نستمر في القتال وفي المقاومة حتى نشتت هذا المشروع الإيراني الممتد في اليمن المتمثل في جماعة الحوثي، أن نشتته من أساسه.
سواء كنا بالتحالف أو بدون التحالف، غير أن هذه المؤامرة الأمريكية الجديدة هي ليست مؤامرة على اليمن فقط بقدر ما هي مؤامرة على المملكة العربية السعودية، مؤامرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤامرة حتى على الإمارات نفسها التي تحتل إيران جزرها. وهذا لا أعتقد أبدا أن المملكة العربية السعودية والإمارات ستنجر وراء هذه المؤامرة. لابد من إكمال ما بدأوه وهو اجتثاث المشروع الإيراني من اليمن الذي يمثل خطورة على استقرار وأمن منطقة الخليج والمنطقة العربية. نعم، هل تأتيكم توجيهات عليا سيادة العقيد؟ نعم، هل تأتيكم توجيهات عليا سيادة العقيد من يعني الحكومة أو من قيادة الألوية بالنسبة لكم بتوقف المعركة وعدم الاستمرار؟ التوجيهات السياسية والعسكرية هي في أن يستمر التقدم وتستمر الانتصارات. اليوم انتصارات خلال هذه الأيام في صرواح، في الجوف، في ناحق، في تعز، في فرضة نهم وفي كل مكان. نحن لن نتوقف مهما كانت الضغوطات ومهما كان حجمها. لن تكون صنعاء أو لن تكون اليمن لا يمكن أبدا أن نخضع أو نستجيب لأي ضغوط مهما كانت حجم التضحيات. ماذا لو حدث هناك اتفاق سياسي؟ أي اتفاق سياسي؟ نحن لا نؤمن بأي اتفاق سياسي. نحن هنا جيش وطني ومقاومة شعبية لن تتوقف مهما كان الأمر. والأخوة في الجبهة السياسية هم داعمين للجبهة العسكرية، داعمين للجبهة العسكرية، وهم يؤدون جهودهم بحسب يعني إمكانياتهم. لكن في النهاية لا يمكن لأي قوة سواء كانت أمريكا أو غيرها أن توقف الحق المشروع الذي يناضل من أجله اليمنيون، وهو الدفاع عن هويتهم العربية والدفاع عن أعراضهم وكرامتهم ضد هذه الطائفة السلالية البغيضة التي نعلم أنها امتداد للمشروع الأمريكي والصهيوني والصفوي في منطقة الخليج واليمن بالذات. إذن شكرا جزيلا لك العقيد عنتر الضيفاني، ركن توجيه اللواء 141، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، في ظل هذه المعنويات المرتفعة بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة، أيضا هناك تلكؤ من قبل الأطراف الأخرى وربما محاولة لا أريد أن أقول مغالطة اليمنيين باتفاق سياسي، ولكن محاولة لزج بحلول سياسية حتى لو على حساب الشرعية الحقيقية. أنا أعتقد أن هذا الخطاب الجميل والواعي لهذا القيادة العسكرية يستحق منا كل التقدير والاحترام. عندما وجدنا من هذه القيادة العسكرية المتواجدة على أرض الميدان وهو يتكلم بهذه اللغة التي لطالما احتجنا إليها خلال الفترة الماضية، عندما نجد يعني قائد عسكري فاعل ويفهم في الأحداث وكل ما يدور في المنطقة، وبالتالي أعتقد أنه يعني هذا مبعث أمل كبير بالنسبة للشعب اليمني الذي يعني سيراهن بشكل كبير على مثل هذه القيادات وعلى مثل هذا الجيش الذي خرج من عباءة الأسرة، خرج من عباءة الطائفة والمنطقة والجغرافيا. وبالتالي يعني الحديث عن الجانب العسكري هو الحديث الرئيسي، وينبغي أن يستمر الحديث فيه بهذه الطريقة. هناك اتفاقات وبرمات وهناك مبادرات حصلت وهناك يعني قرارات دولية يفترض بالرئيس اليمني والفريق الرئاسي المحيط بحوله أي واحد يتصل عليهم يقول له لدينا مبادرة واتفاق، اذهب إلى الحوثيين وإلى المخلوع وقل لهم ينفذوها بكل بساطة. لماذا الجلوس ولماذا اللفات المكوكية والجلسات التي لا طائل منها، ونحن نشاهد يعني ما الذي حصل خلال الفترة الماضية. وبالتالي ليراهنوا بشكل رئيسي وفاعل على الجانب العسكري لمدة 3 أشهر وسيجدون النتائج وسيجدون ما الذي سيحصل في الميدان. نعم، يعني هناك من يرى الملفات الإقليمية بشكل عام أستاذ نجيب بأن هناك مقاربة أمريكية تعامل مع إيران بأنه واقع من خلال وجود الأسد كواقع، من خلال وجود أيضا صالح والحوثي كواقع. هل تجد هذه المقاربة يعني موجودة فعلا، أم أن أمريكا كما تدعي أنها فعلا تمثل وجهة نظر الشرعية؟
والله بالنسبة للأمريكان يعني عندما يعني نحلل ونقيم أي موقف لأي دولة من هذه الدول الكبيرة عليك أن تقرأ بكل بساطة يعني ماذا يقول وماذا يكتب كبار قيادة هذه الإدارة. وبالتالي عند الأمريكان هم يشتغلون الآن شغل نخاسة في المنطقة العربية، لديهم مصالح يحافظون عليها، أهم شيء عندهم في المنطقة المتعلقة باليمن هو البحر، والبحر لديهم باريات كبيرة واسعة، ومن أكبر الباريات موجودة بالقرب من جيبوتي، لديهم طائرة بدون طيار تشتغل في اليمن بالطول والعرض يعني وبإشراف الرئيس عبد الرب هادي للأسف الشديد يعني بشكل يعني رئيسي ومباشر. يعني هل تستخف أمريكا بالحكومة الشرعية إلى هذا الحد؟ لأنها لم تجد موقفا صارما في مسألة العودة إلى مأرب على الأقل، خاصة هناك وعود أنه بعد العيد سيعود جزء كبير من الحكومة إلى مأرب وإدارة البلاد من هناك، ولكن لا ندري أي عيد بالضبط. بالضبط، يعني هو للأسف الشديد أن الرئيس هادي والحكومة والفريق الرئاسي المحيط به هم الذين أغروا الآخرين بالاستخفاف بهم وبالحديث عنهم والتهكم عليهم وقدموا أنفسهم بطريقة سادية وسيئة وانبطحوا. لقد شاهدنا الأستاذ عبد الملك المخلافي وزير الخارجية وهو يوقع على شيك من بياض مع عصابات الحوثي والمخلوع خلال مؤتمر الكويت، وأخفوا هذه البنود وهذا الاتفاق، وتم تسريبه عن طريق عصابة الحوثي بمواقعهم الرئيسية، وسربوا لنا بأنهم يعني وقعوا اتفاق يعني يا سلام سلم، وكأنه يعني من أجمل الاتفاقات التي حصلت، ولكن اتضح أنهم يعني يكذبون على الشعب اليمني ويكذبون على يعني على هذا الشعب العظيم. لماذا يتعاملون ويستخفون بالمجتمع والشعب اليمني؟ يعني هؤلاء هم الذين يعني يقدمون أنفسهم وكأنهم هم يعني الحكام الفعليين لليمن، فكيف تريدين يعني من أمريكا أو من الآخرين أن يتعاملوا معهم بطريقة محترمة وهم أصلاً يهينون أنفسهم ويهينون الشعب اليمني معهم؟ وبالتالي نعم، إذن أمام هذه الحالة أستاذ نجيب، نعم أمام هذه الحالة يعني التي نلاحظها تصرف أمريكي خارج القرارات الدولية، تصرف إماراتي خارج يعني إجماع التحالف، فبالتالي إلى أين تمضي البلاد برأيك؟ البلاد الحمد لله ستمضي إلى خير مع وجود المقاومة الشعبية التي انتفضت في كل مكان، هذا عامل رئيسي واحد. نقطة ثانية، الجيش الوطني الآن المنتشر والمتشكل في معظم المناطق، هذا أيضا علينا أن نراهن عليه وأن نفتح عيوننا عليه، لأنه سيكون يعني قاعدة رئيسية وأساسية لمستقبل اليمن. نقطة ثالثة، علينا أن نهتم بموضوع الوعي الشعبي لكل ما يدور، لا يجب أن نستقبل هذا الشعب، وحتى إن حصلت أي اتفاقات ومبادرات أو لفت ذراع الشعب اليمني، الشعب اليمني لن يسكت إذا كان يعني سكت خلال الفترة الماضية في 2011-2012 على المبادرة الخليجية السيئة للأسف الشديد التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. نعم، ولكنه حتى الآن ساكت أستاذ نجيب، يعني ما الذي باستطاعته أن يقوم به خاصة في ظل سلطة الأمر الواقع الميليشيا؟ لن يكون هناك أي استقرار إذا تم تهميش يعني أغلبية الشعب اليمني، لن يكون هناك أي أمن إذا تم تهميش يعني أغلبية الشعب الذي ترفض حكم العصابات، لن يكون هناك أي استقرار إذا تم وضع مجموعة من العصابات لتقرر مصير شعبي يعني بالأكمل، لن يكون هناك أي استقرار يعني لا في المنطقة، لا في البحر، لا في البر، لا في الحدود، إذا لم يتم احترام الشعب اليمني، وأنا أتكلم عن أغلبية الشعب اليمني، عصابة الحوثي وللأسف الشديد معهم عصابة الأسرة الهاشمية التي تريد العودة إلى الحكم بقوة السلاح دون انتخابات ودون عملية ديمقراطية ودون عملية سلمية، وأيضا المخلوع، لن يكون هناك أي استقرار، وبالتالي سيسبب اليمن الصداع الكبير ليس للمنطقة، سيسببه للعالم. إذا كانت الصومال سببت الصداع للعالم حينما كان هناك ما يقارب يعني 2000 يعني من القراصنة واستطاعوا أن يصدعوا رأس العالم حينما اختطفوا مجموعة من السفن على المحيط الهندي، أعتقد أن اليمن سيسبب لهم الصداع الكبير، لأنه نحن نعرف أن هناك البحر الأحمر، البحر العربي والمحيط الهندي، وهذه المناطق كلها ستكون مفتوحة للتهريب، عملية تهريب السلاح وعملية تهريب كل المحظورات، وبالتالي عليهم أن يستعدوا، وبالتالي السعودية ومصر التي سيدفعون الثمن الكبير. نعم. عندما نتكلم عن مصر نتكلم عن قناة السويس التي ستتعرض لخسائر فادحة لأنها تعتمد عليها بشكل رئيسي. نعم. ونحن نعرف أن قناة السويس كلها تمر عبر باب المندب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب اليافعي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.